طالبين هما اللي من الاساتذه يعودوا مرينين التصحيح للتلاميذ ويتكايسوا معاهم. وان شاء الله تبارك الله ظروف زينه ما شاء الله جيده ما شاء الله تبارك الله الناس كامله مستعده ما شاء الله والحوال ما شاء الله زينه وامنه كامله تبارك الله والتلاميذ ما شاء الله مستعدين فهم شوي من التوتر غير ما شاء الله الحال زين تبارك الله. بالنسبه لنا احنا وكلاء التلاميذ مرابطين هون من الساعه من طلوعهم هو من الساعه 7:30 تقريبا الين خروجهم. وتو ما شاء الله الاجواء تبارك الله امنه ومستقره ولا لاحظنا في تبارك الله شيء يسوى هو شنو. لا رسالتنا للمصححين عنهم نبقوهم ينتبهوا حتى لاوراق التلاميذ ولا يعجلوا وعن نحن دايرينهم عند حسن ظننا ولا يخيبونا الظن. راجي منهم ان شاء الله عنهم لا يصحونا التصحيح يعود شفاف وانهم الاوراق يخرصوا فيهم حتى. هذه هي رسالتي لهم ومتمنيه للجميع التوفيق والنجاح ان شاء الله. اجواء الامتحان ما شاء الله زينه ما شاء الله. المواضيع فرقان وفي المتناول. غير اسمه المدرسه نحن في القرن 21 مدارس اقسام ما فيهم تكييف لا بيمشي. التلاميذ قاعد ما يقدر يكتبوا شيء بيهم حمان. الخريف. والمصححين باط المراقبين ما خلونا نفيقوا على شيء، شوشوا علينا حتى ودخلوا علينا بوليس خلقت فوضى مانعه، طالبين منهم يتكايسوا معنا هذا اللي مازال. والمراقبين صراحة رمحونا وداونا ياسر من الارتباك. المراقبين هما اللي جابرين من المشكلة، المشكلة تم واحد قاعد في بلاصة راني سانجيك تم لا سانجيك سانجيك جابر هما اللي منهم مشكلة. واحد تلا يرد لنا بطولات وفما شي يقول لك أنا كذا وأنا كذا ما هو صايب نحن مركزين تم ويرد لنا بطولاته. المهم يا غير علته لا رواية واحدة عنه واقلنا ما شاء الله شنو طول خيالي لا بدل من 6 سوايع على 7 الحقيقة زينة خاصة اللي قالوا سيونس واللي قالوا فيزيك. إذا فهمتوا فيزيكا اليوم حقيقة لا عاجل من ناحية الوعر غير طويلة حقيقة طويلة يا اسم الطول ما يكفي مقرن ونص قطن والله إلا حق. المهم امتحان الحمد لله بصفة عامة وأجواء زينة كانت الرقابة كانت على مستوى هما اللي كان زين. شو الامتحان تبارك الله زين حد قاري فتبارك الله ذا كامل هوين تربية إسلامية هوين وفرنسية فتبارك الله وسيانس مولي زينة فتبارك الله وفيزيك هوين وليه ياسر التصحيح لا نقول معنا يتكيسوا معنا تو صحوته حد ما يستحق شيء ملي ما يعطوه له حد ملي يستحق شيء يعطوه له. صح لازم فيهم عدل وتصحيح شفاف ويعرفوا عنا هذا 9 أشهر فترنا فيهم تعبنا فيهم ياسر تعب زين فيهم تفهموا وضعيتنا. مصححين حق الله المصححين ركزوا وانكم والله اليوم اللي عدنا 3 أوراق وين تمشي منهم واحده مشينا فيها لا واحده اللي تمشي منهم مشينا فيها وهي الحقيقه. وجزاكم الله خيرا. والمصححين طالبين مولي منهم يتكايسوا معانا اختاروا تعود اول سنه واخر سنه لنا ان شاء الله. المشكله لا من التصحيح مشكله لا يعود التصحيح حد يركز معانا في التصحيح كتبتنا ما هي زين وفتبارك الله ذا كامل زين ومراقبه مولي زين وحسين. صحيح يعني عنهم يساعدون معانا احنا شم الشباب الحمد لله فهمت فينا كتبته خاسر فينا ما يعرف الكتبه. السلام عليكم المراقبين تكيسوا معانا تكيسوا مع التصحيح تكيسوا رانكم انه تلاميذ وقرينا 9 أشهر يا غير تصحيح دور حقوقنا تو التصحيح تكيسوا مع التصحيح سلمكم ان شاء الله عرفوا عنا تلاميذ كيف اولادكم كيف امنياتكم تكيسوا معانا عرفوا عن تصحيح 9 أشهر اللي قرينا بين ايديكم انتم ولا تخسروهم علينا. راني موجهه رساله للمصححين عنهم يتكايسوا معنا يتكايسوا اللي معنا حتى احنا تعبنا وفترنا وقرينا و9 اشهر من القرايه ما يقدروا يمشوها ان هم هكذا عنهم ينتبهوا ويحاولوا يتساهلوا مع اخطائنا مع يا غير نختار المصححين اللي ركزوا نختارهم يسر مشي ينقل عنهم عن عقب ان شاء الله يعود ما هو حق ان شاء الله عنه يقعد لا قاذف ان شاء الله لا قدر الله ما ان شاء الله يعود ان شاء الله تصحيح ان شاء الله زين. رانا ندور المصححين يتساهلوا معانا ويعذروا لنا تصحيح زين بيلي نحن خاصه نحن هذا قاع المعيجين ظلم ياسر من ظلم السنوات الماضيه.